السعودي الألماني قسم التغذية العلاجية والرياضية، بنعلم المجتمع إن هم يكونوا ناس أصحاء ويبعدوا كل البعد عن السمنة وعن أمراض السمنة. احنا لينا دور كبير جدا في التوعية ضد السمنة، التوعية ضد مضاعفات السمنة، محتاجين ان احنا نعرف ايه اسباب السمنة، محتاجين ان احنا نعرف ازاي ان احنا بشوية فحوصات بشوية توعية نقدر ان احنا نقلل من السمنة، نرعاكم كأهالينا.